في سياق آخر قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن مصر تعود بقوة لحماية تراثها ومناطقها التاريخية. جاءت تصريحات محلب على هامش افتتاحه أعمال تطوير محاور الطرق في منطقة الفسطاط مساء أمس، ويتضمن المشروع إعادة بناء طريق عين الحياة وخفض منسوب بحيرة عين الصيرة وتطوير شوارع الفسطاط وحسن الأنور والإمامين ومار جرجس وإضاءتها، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه في منطقة مقابر البساتين. نتابع. انطلاقا من حرص الحكومة على تطوير المناطق الأثرية والقديمة، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يفتتح أعمال التطوير لمحاور الطرق بمنطقة الفسطاط وعين الحياة وجامع عمرو ومجمع الأديان. دي كنوز قيمتها التراثية لا تقدر بالثمن، ولكن قيمتها المعنوية بقى. إزاي دي مصر القديمة كلنا عايشين مع بعض، احنا صلينا الحمد لله في جامع عمرو، جايين بنزور الكنيسة، هي دي مصر، وده شعب فعلا محب متسامح قلبه كله نور. وعلى أسس علمية تمت أعمال التطوير بمراحل مختلفة لتظهر معها مشهدا متميزا للمنطقة بعد التطوير. ده تنفيذ الأعمال التي تم في المنطقة، فتح الطريق، لاحظ دلوقتي هنا فرق منسوب في الطريق حوالي متر ونص تقريبا، ده أثناء المراحل النهائية لإنشاء الطريق منذ يعني يومين أو ثلاثة تقريبا، وده يوري حضراتكم حجم العمل الذي كان يتم. أعمال التطوير التي شملت خفض منسوب بحيرة عين السيرة وتطوير وإنارة شوارع الفسطاط والإمامين وماري جرجس هي مدلول من الحكومة على اهتمام واضح بإعادة المناطق الأثرية إلى رونقها مرة أخرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ما نراه اليوم رأيناه منذ عدة أشهر في شارع المعز، سنراه إن شاء الله في منطقة الأهرامات وفي القاهرة الخديوية. هذا تأكيد لهويتنا واستعادة لثرواتنا والحفاظ عليها. مصر بترجع وبترجع بقوة، وبترجع إن شاء الله مصر زي ما بقول دايما هتبقى أحلى بلد في العالم، وهي الحمد لله من أجمل وأحلى بلاد العالم. مشروع تكلف ما يقرب من 60 مليون جنيه جاء ضمن خطة محددة للمرحلة المقبلة، مستقبل أفضل والحفاظ على تراث أصيل. مصطفى عبد الفتاح للتلفزيون المصري.